نفسك يا محمد. ايوه يا محمد علي وكيل معهد القاهره الاعدادي الثانوي وامين سادولك والشباب الوفد سابقا اني استقلت من الحزب بعد ما عرفت ان سيد البدوي هو كمان عميل وقابض فلوس زيه زي بقيه الجامعات وبقيه و6 ابريل والناس اللي قبضت على مصر عشان تبيعنا. فقدمت استقالتي من هذا المكان واقف وسط اخواتي في العباسيه بندافع على حتتنا ضد الناس اللي قبضت اللي مسكناهم لقينا في جيوبهم شرايط ترامادول ولقينا في جيوبهم يورو والحاجه موجوده جوه. ويا ريت تدخل تصور العربيات اللي اتحرقت واللي اتكسرت. هي دي ثوره؟ دي فوضى وليست ثوره. اللي هتكلم الاخر ده قبليه هتكلم اقول ايه؟ هتكلم اقول شويه بلطجيه وجايين بيقولوا على العباسيه اللي هي في قلبها بلطجيه. ده احنا احسن منهم. امر العباسيه الصوار احنا دول من الصوار. لا المخرجه العباسيه مش الصوار. ايوه مخرجه الصوار مخرجه الصوار الاولى. احنا اساسا ماشي احنا اساسا اهل الثوره يعني معروفه العباسيه من زمان اهل الثوره يا عم العباسيه. ما دام منى الحسيني دلوقتي واحد من العباسيه ماشي واحد من العباسيه واحد من العباسيه بيكلمها بيقول لها في عربيات ولعت بتاع معرض ماشي تعالوا شوف اللي بيحصل فينا ايه. واحنا الكلام ده كان من امتى؟ عمره ما حصل في العباسيه. اسمع مال عبد السلام انا ليا سؤالين اتنين ونفسي الناس كلها ترد عليا. الناس اللي هم معاهم الموبايلات اللي قاعدين في التحرير ب 8000 و9000 جايبينها منين؟ وسجاير البانجو اللي كانوا قاعدين بيشربوها امبارح هنا والناس اتقفشت واتضربت بيعملوا بيها ايه؟ احنا عايزين هم جايين طار عايزين حد يرد علينا. عايزين واحد زي احمد شرف يرد علينا اللي هو الوزير عصام شرف. عايزين واحد يرد علينا. هيرد عليك هيقول لك ايه؟ تمام هو كرسي بياخد كده. شكرا.